الاختلال الظاهر الصوتي. لازم نعرف ليه بنستخدم الدرس ده او ليه بنشرح الدرس ده، ليه بنحل كلمه مقادير صوتيه، عشان دي الطريقه الصحيحه لنطق الكلمه، الطريقه الصحيحه لنطق الكلمه. لما اجي اكل اقرا مثلا كلمه سكر، ينفع اقول سقاره؟ لا سقاره غلط، لازم اقول سقرو. طب ليه الصاد مسكت القاف؟ لان احنا عندنا في حركات ضعيفه وحركات قويه، حركات ضعيفه وحركات قويه. في حركات قويه يا يوسف اللي هي الفتحه والكسره والضمه، دول الثلاث حركات القويه، الفتحه والكسره والضمه. عندي في المقاطع ثلاث حركات قويه، فتحه وكسره وضمه. في عندي بقى حركات ما ينفعش تقف لوحدها ابدا، ليه بقى؟ عشان هي ضعيفه مش تنطق لوحدها، زي الساكن السكون دي سنه ثانيه. هي السكون دي لما احط مثلا سين عليها سكون ينفع فيه اقول كده او ب ب ب ب ب الساكن لازم يقف مع اللي قبل، لازم يقف مع الايه؟ يعني مثلا اقول ايه؟ اب ب الف ب كده اتنطقت صح، بانت الب. امال مثلا ايه؟ مص مص، بانت كده السين صح؟ مالك مثلا سق بانت القاف صح؟ صح كده يا سنه ثانيه؟ فهنا دلوقتي الساكن لازم يمشي مع الابد ولازم يقعد مع الابد، ما ينفعش يتقال لوحده ابدا. فاول حاجه في تحليل المقاطع الصوتيه لازم الساكن يجي مع الابد، الساكن يجي مع الابد. فاول حاجه ضعيفه قابلتنا هي السكون. ايه بقى الضعيفه الثانيه يا سنه ثانيه؟ اللي هي المد. هي ايه؟ المد. مد الف ومد ياء ومد واو. يبقى اول حاجه قلناها لازم يجوا مع بعض ان هي الساكن وما قبله، الساكن وما قبله، الساكن وما قبله. لازم السكون تيجي مع اللي قبلها، لازم السكون تيجي مع ايه؟ مع اللي قبلها. حاجه ثانيه مهمه قوي المد. مش احنا عارفين في حاجه اسمها مد الف ومد ياء ومد واو؟ نقول مع بعض الاغنيه، المد بالالف كلمه فيها الف، فين؟ في الاصل او في الاخر، ما تجيش في الاول خالص. عليها فتحه؟ لا لا. عليها كسره؟ لا لا. عليها ضمه؟ لا لا. عليها تنوين؟ لا لا. عليها همزه؟ لا لا. معلهاش حاجه خالص. الحرف اللي قبل الالف لازم يكون عليه ايه؟ شاشة. غلط. لا مدحه فتحه. برافو يا رؤى. الحرف اللي قبل الالف لازم يكون عليه فتحه. زي ايه كده سنه ثانيه؟ لما كنا بنقول ب صح؟ ت س ج لازم يجوا مع بعض. المد الف لازم يجي مع الممدود، المد يجي مع ايه؟ الممدود، تمام؟ طب المد بالياء، عارفين لو عايز المد بالياء؟ اه مع بعض؟ المد بالياء كلمه فيها وما بعده. وما قبله، الساكن وما قبله، الساكن وما قبله، الساكن
وما قبله والبال بعده. يبقى لما يجي نحل المقاطع خد بالك قوي، الساكن لازم يجي مع اللي قبله والمد يجي مع ما له. تعالوا بقى نشوف كلمات من حاجات المقاطع.